بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مشاهدينا الكرام وكل من يتابع برنامج صباح الشارقة. نتمنى لكم صباح مليء بالتفاؤل والنشاط، وإن شاء الله تعالى أسبوع حافل بالإنجازات. ونصبح لكل من يشاهد هذه أو هذا البرنامج، سواء اللي كانوا متواجدين في البيوت أو في المستشفيات، نتمنى لهم إن شاء الله الشفاء العاجل. وأيضا تحية من أسرة برنامج صباح الشارقة لكل طلابنا في المدارس، نتمنى لهم إن شاء الله تعالى النجاح والتوفيق في دراستهم. وطبعا مثل ما عودناكم، البرنامج يأتيكم من السبت إلى الخميس على مدار ساعة ونص، من الساعة 10 صباحا إلى 11:30. نصبح على طاقم البرنامج ونقول صباح الخير يا أبو هيثة، وكيف كان صباحك؟ صباح النور جمال، ما شاء الله اليوم الصباح جميل بهذه الأجواء الجميلة والرائعة. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، نتمنى لكم يوم سعيد وموفق بإذن الله تعالى. طبعا يعني بداية أسبوع صباح الشارقة السبت، ولكن بداية أسبوع العمل والدراسة من الأحد، لذلك نتمنى لكم أسبوع ناجح وموفق بإذن الله تعالى. طبعا الأجواء جميلة اليوم جمال، يعني الشارقة مشرقة في هذه الأجواء الحلوة والمبشرة بإذن الله تعالى أن الأيام القادمة أو الساعات القادمة بيكون الجو جميل فيها بإذن الله تعالى. وفي أعتقد أن في بعض الأخبار أن احتمال يكون في أمطار جاية خلال اليومين، يعني يمكن بكرة أو ورا بكرة إن شاء الله. إن شاء صحيح الله. لا هذه الأيام بشكل عام، الأرصاد يعني الجوية هذا أنا قريته في التليفون يعني. صحيح، لكن طبعا من خلال يعني متابعينا ومشاهدينا حتى اللي يتابعون أخبار الدار، كان في طبعا تغطية يعني ومتابعة مع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، اللي طبعا حذروا خلال هذه الأيام خصوصا من ارتياد البحر خلال هذه الأيام أو من اليوم بالتحديد. كذلك يعني من المتوقع بإذن الله تعالى أن خلال الأيام القادمة بعض الأمطار تكون على الدولة، على مناطق متفرقة من الدولة، لذلك نتمنى السلامة للجميع. وكذلك أيضا نتمنى السلامة لكل الإخوان طبعا اللي يكونون في وقت مبكر من الصبح، لأن الضباب هذه الأيام ينزل بشكل كبير، لذلك نتمنى من الجميع السلامة. هنا أنا بغيت أتكلم عن مسألة الضباب، يعني نتمنى السلامة للجميع أول شيء، يعني ثانيا يعني إذا في ضباب لا نطلع، يعني ما علينا نتأخر عن الدوام، استأذن أنك بتتأخر أو حتى يعني، لكن سلامتك أهم. لأن أنا مريت بتجربة قبل أسبوعين تقريبا، طلعت يعني من منطقة إلى منطقة يمكن ساعة، لكن بسبب الضباب أخذت 4 ساعات لأن ما ينشاف شيء، تأخر شوي في شاحنات. صحيح تتأخر مو مشكلة، يعني التأخر مو مشكلة، لكن سلامتك أهم يعني. بالتأكيد نحن نتمنى السلامة للجميع، نتمنى أيضا الجميع يستمتع بهذه الأجواء الجميلة، وكذلك تستمتعون بفقرات برنامجنا لهذا الصباح اللي بتتعرفون عليها من خلال هذا الفاصل. مشاهدينا نذكركم بوسائل التواصل ويانا في البرنامج، بداية أرقام الهواتف اللي بتظهر أمامكم على الشاشة، من خلالها يمكنكم طبعا المشاركة مباشرة في البرنامج. أيضا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي يمكنكم المشاركة، يمكنكم أيضا إبداء آرائكم واقتراحاتكم، التويتر وكذلك الفيسبوك. أيضا نذكركم بالأونلاين أو اليوتيوب الخاص بمؤسسة الشارقة للإعلام، كذلك أيضا إيميل برنامجنا ظاهر أمامكم على الشاشة، وأيضا الإنستغرام الخاص بمؤسسة الشارقة للإعلام. من خلال وسائل التواصل هذه يمكنكم طبعا التواصل معنا، يمكنكم متابعة كل جديد لمؤسسة الشارقة للإعلام. أما كل من كان بعيد طبعا عن الشاشة ويحب أن يتابع برامجنا بيكون عن طريق تطبيق المؤسسة والمتوفر في كافة المتاجر SMC. نعم طبعا مثل ما عودنا مشاهدينا دائما احنا نبتدي بالاخبار المحليه، واول خبر محلي بعنوان كهرباء الشارقه تنفذ تجربه تبادل مواقع المسؤوليه بين العاملين ليوم واحد. نفذت هيئة كهرباء ومياه الشارقة تجربة لتبادل مواقع المسؤولية بين العاملين في إدارة متابعة المشتركين، حتى يمكن لكل منهم التعرف على طبيعة عمل الآخر. فقد تولى مدير الإدارة مهمة موظف استقبال خدمة المشتركين وتنفيذ التعليمات التي تصدر إليه، وتم تبادل المهام الوظيفية في جميع أقسام الإدارة والمكاتب الفرعية. وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة أن تنفيذ هذه التجربة يأتي في
إطار حرص هيئة كهرباء ومياه الشارقة على تحسين أداء العاملين ومراقبة مهاراتهم، وأوضح أنه تم تطبيق هذه الفكرة بمشاركة جميع الأقسام والمكاتب الفرعية التابعة لإدارة متابعة المشتركين، وساهمت الحركة المستمرة للمعاملات المختلفة في تعريفهم بالتغييرات المستمرة في نظم العمل والممارسات الإدارية والتنظيمية بطريقة عملية. وأشار إلى أن فكرة تبادل مواقع المسؤولية جاءت بهدف كسر الروتين اليومي في العمل وخلق جو من التجديد في الإدارة لكسب المهارات والخبرات المختلفة. إذن مبادرة جميلة يعني وفكرة رائعة جدا فعلا في فعلا يعني في تبادل في هذه المواقع. يعني صحيح. اليوم أنت مديرة محطة، باش بتكون مذيعة، أنا ممكن أكون أنا المدير وأقول لك يا أبو هيثة يلا قدمي للفقرة مثلا. بس صحيح. كتجربة حتى في إدارة متابعة المشتركين، يعني أن المدير يأخذ مكان يعني خدمة العملاء أو العكس، أكيد هاي التجربة يعني فريدة في تبادل خبرات. نعم. جمال، في أيضا التعرف على بعض الجوانب اللي يمكن الموظف نفسه ما يعرفها. صحيح. اليوم الموظف يقدم عمله يتوقع أنه يقدمه على أكمل وجه، لكن أكيد في ثغرات معينة ممكن هو ما يكتشفها، يكتشفها الشخص اللي يقوم بدوره. فبالتالي فعلا فكرة جميلة، ومثل ما أشرت في الخبر أنه يعني كسر الروتين جميل اليوم. صح. هذا التغيير الجميل، لذلك أنا أنت الحلقة القادمة شو بتختار تكون؟ أنا بختار أكون مخرج الحلقة. خلاص، وأنا بكون المنتجة. يعني مع العفو يعني أستاذ ريهام، يعني بس تجربة يعني ما عليه تحملونا. أستاذ ريهام نخليها تقدم، ها شو رأيك؟ زين خليهم يقدمون، هم يقدمون ونحن نكون في غرفة التحكم. بس في نقطة وايد مهمة، يعني نعطيهم تعليمات مثل ما يعطونا تعليمات، يضحكونا ويسووا احنا بعد نسوي لهم. بس اللي لفت انتباهي في الخبر او انه يعني التأثير يصير اليوم الموظف يعني يشتكي مثلا من المدير مثلا انه ما يقدر كيف التقييم، كيف مثلا يدير المكان، كيف كذا. فلما ياخذ هو مسؤوليه اليوم واحد يشوف المدير والكم المسؤوليه اللي عليه وكم يعني أشياء كثيرة، يعني بيحس بقيمة المدير. صحيح. هذا ويصير في احترام متبادل ما بينهم، أن هذا قدر شغل هذا، وحتى المدير ساعات يعني فاهم مسؤولية هذا الموظف. نعم. لكن لما يقعد ويواجه مثلا الناس ويشوف يكون في الواقع، يعني في موقع هذا الموظف، في أعتقد أنه بيكون في مشاعر مختلفة وأفضل. بالتأكيد. يعني بالتأكيد نحن نتمنى لهم كل التوفيق. ننتقل وياكم مشاهدينا لخبرنا التالي. خبرنا التالي: كاظم الساهر يشدو في أولى حفلات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية. أحيى الفنان العراقي كاظم الساهر على مسرح المجاز أولى حفلات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في دورته الثانية، والتي تستمر حتى مساء 25 من يناير. حضر الحفل الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ بدور بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، والشيخ نوار القاسمي مسؤولة الاتصال والبرامج في مؤسسة الشارقة للفنون، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وإيناس عبد الدايم رئيس الدار الأوبرا المصرية، إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويشارك في المهرجان الذي تقدمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق وينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى فنانون وفرق موسيقية من 12 دولة عربية وأجنبية، تشمل الإمارات والعراق وسوريا ولبنان ومصر والأردن وعمان وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا ومولدوفا وبلغاريا والهند وكوبا والأرجنتين. وتتواصل فعاليات المهرجان في واجهة المجاز المائية مساء اليوم مع حفل لعازفة الكمان باشا كازان من مولدافيا، والتي تعتبر من العازفات الموهوبات على الكمان الإلكتروني. إذن مشاهدينا، القيصر طبعا كاظم الساهر يشدو في أولى حفلات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، يعني كانت سهرة جميلة جدا ومميزة جدا، يعني مع أولى سهرات وحفلات هذا المهرجان الرائع والمهرجان الراقي اللي يقدم
طبعا الفن بصورة جميلة وراقية جدا مع نخبة من ألمع وأبرز نجوم الوطن العربي اللي كان طبعا في مقدمتهم الفنان كاظم الساهر، وأيضا في الأمسيات القادمة مجموعة كبيرة من الفنانين، مجموعة كبيرة أيضا من الموسيقيين من العالم مثل ما أشرنا في الخبر، يعني للعديد من الدول أيضا المشاركة في هذا المهرجان في دورته الثانية. احنا طبعا يعني نشكر ونقدر كل الجهود على الاشخاص يعني اللي قاموا في يعني هذا المهرجان او صحيح. هذا الحفل، يعني ما شاء الله احنا نشوف الجهود ونشوف يعني جهود جبارة، يعني في مسألة مو مسألة تعلق قدم انت فن او هذا، لكن يعني تقديم فنانين على هذا المستوى صحيح. عروض بهذا المستوى من يعني العروض، فيعني كل الشكر والتقدير لمؤسسة الشارقة للإعلام يعني والقائمين على هذا. أيضا هيئة الشرق للاستثمار والتطوير شروق تقوم بدور كبير أيضا في تنظيم هذا المهرجان حتى يظهر بهذه الصورة الجميلة وهذه الصورة الراقية جدا فعلا للفن العالمي. نعم، وأيضا ننتقل إلى خبر آخر. الإمارات تعلن عن 4 مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في منطقة المحيط الهادئ. وقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات شراكة مع 4 دول جديدة في جزر المحيط الهادئ لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بتمويل من صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ البالغة قيمته 50 مليون دولار أمريكي. ويتولى صندوق أبوظبي للتنمية تمويل صندوق الشراكة الذي تديره وزارة الخارجية من خلال إدارة شؤون الطاقة وتغيير المناخ، بينما تقوم مصدر مبادرة أبوظبي متعددة أوجه للطاقة المتجددة بتنفيذ المشروع. وستقام المشاريع 4 في كل من جزر مارشال وناورو وبالاو وجزر سليمان، وستعتمد تقنية الطاقة الشمسية ومن المتوقع اكتمالها في عام 2016، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمحطات التي موليها صندوق الشراكة حتى اليوم إلى 10 محطات. إذا يعني 4 مشاريع جديدة للطاقة المتجددة للإمارات العربية المتحدة في المحيط الهادئ. ومثل ما تعرفين بهيثة يعني هذه المحطات يعني كانت يعني ولله الحمد يعني في باستمرار، خاصة يعني مصدر يعني أو مؤسسة أو شركة مصدر يعني هي الرائدة في هذا المجال الطاقة المتجددة، وإحنا نعرف هذه التكاليف ضخمة يعني 4، وخاصة يعني في مجال مش يعني في الإمارات ولا على مستوى المنطقة صحيح. على مستوى العالم بشكل عام يعني. ونتمنى لهم كل التوفيق ويعني في مجال هذه الطاقة المتجددة اللي يعني المستقبل كله على أكيد. هذه الطاقة المتجددة أكيد نتمنى لهم كل التوفيق. هذه طبعا مشاهدينا جولة سريعة مع الأخبار المحلية، فاصل قصير ونعود لكم بالأخبار الاقتصادية. حياكم الله مشاهدينا من جديد، خلونا معكم نتابع بشكل سريع الحركة الاقتصادية لأسعار الذهب والعملات في الدولة لهذا اليوم، ونبتدي بالذهب ومتوسط سعر جرام الذهب. كذلك مشاهدينا نتعرف معكم على أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم الإماراتي. هذه كانت جولة سريعة على أسعار العملات والذهب، قد ترتفع أو تنخفض وهذا يرجع للمؤشرات وتداول السوق، وطبعا على
طاري الأسواق، خلصنا من أسواق المال والأعمال، ننتقل أيضا لأحد أسواق إمارة الشارقة والجولة الصباحية المعتادة لزميلتنا عليا المنصوري. هي موجودة اليوم طبعا في سوق السور للأقمشة، ومن خلال هذه الجولة بنتعرف وياها على الأقمشة الجديدة، التشكيلات الجديدة وأيضا الأسعار. صباح الخير يا عليا. صباح النور والنوير مشاهدينا، أهلا فيكم. جمال وبو هيثة اليوم معنا من سوق السور للأقمشة. خلونا اليوم نستعرض مع بعض آخر الموديلات والتشكيلات الموجودة في أسواقنا وأيضا أسعارها. بنبدأ من هذه الجهة، بنشوف طبعا عندنا أنواع مختلفة من الأقمشة، بنتعرف مع بعض على الأنواع الموجودة وأسعار هذه الأقمشة. لاحظ هذه الأقمشة الموجودة هنا أنواع من الحرير المختلفة طبعا، وايضا لاحظ وجود انواع الحرير الفصوص معانا هنا. ونبدا مع هذا النوع. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تراويني اخر التشكيلات من الحرير مع الفصوص. زين، شو نوع الحرير هذا؟ طبيعي. هاي حرير طبيعي. كم سعر هذه القطعه؟ سعر القطعه 750. القطعة ب750، يعني المتر بكم؟ تقريباً 175 جنيه. المتر ب175 بالنسبة حق الحرير الطبيعي. هذه أيضاً تشكيلة ثانية من الحرير نفس السعر؟ طبيعي، كله نفس الأسعار. عندي حرير عادي. هذا حرير عادي؟ 250 سعر القطعة. قطعة ب250 بالنسبة حق الحرير العادي. روني أكثر من موديلات الحرير الطبيعي. القطعة ب750 صح؟ 7 4 ورات 750، ده بيكون 3 متر ونص. ايضا من تشكيلات الحرير الطبيعي مع الفصوص وياها والفصوص الأصلية. شوف هذه القطعة بعد نفس الشيء. نفس الشيء، حرير طبيعي ونفس العطل. تشكيلات الحرير الطبيعي. انزين، عندك انواع حرير ثانية ولا؟ هاي بعد حرير طبيعي نفس الأسعار مع الفصوص. هني شو الأنواع الموجودة هني؟ شيفون. شيفون إنزين، خلينا نشوف الشيفونات، آخر موديلات الشيفونات الموجودة. شيفون إيطالي. شيفون إيطالي هذا النوع. سعره؟ سعر القطعة 550. 550، يعني المتر بكم؟ المتر تقريبا 180. 180 بالنسبة حق شيفون، هذا النوع من الشيفون الإيطالي. إنزين، هذا أيضا إيطالي؟ ألماني. هاي هذا ألماني. كم سعر المتر؟ سعر المتر 250. 250 درهم سعر الشيفون الألماني. انزين، عندك أنواع ثانية من الشيفون؟ هاي بيكون نفس الأسعار ونفس الشركة، هاي ألماني. ألماني أيضا ونفس السعر. زين، بعد روني عندك شيفون عادي يعني أسعاره شوي أقل؟ انزين، هني يعني الاشياء الطبيعية. نعم. عندنا التشكيلات الأوروبية في المحل من القطع المختلفة، شفنا الحرير وشفنا الشيفون، شو عندك هني؟ عندي شيفون عادي. الفصوص هذا بيكون هاي القطعة بس 180 درهم. القطعة ب 180 درهم بالنسبة حق هذا النوع من الشيفون. شيفون عادي هاي. شو عندك هني في هالجهة؟ إنزين، نشوف حرير طبيعي إيطالي. روني آخر الموديلات الموجودة عندك. حرير إيطالي سعر القطعة 1250. 1250 سعر القطعة حرير إيطالي طبيعي. إنزين، نشوف مع بعض بعد قطعة ثانية من الحرير الطبيعي نفس السعر 1250. هذه بالنسبة حق أنواع الحراير الطبيعية الإيطالية. إنزين، وهني شو عندنا؟ قطن؟ حرير طبيعي. بعدين موجود حرير، أشوف هالقطع تشكيلتها جديدة. حرير كوري سعر القطع 400. حرير كوري والقطعة ب 400 درهم طبيعي كوري. إنزين، تروينا قطعة ثانية عشان ننتقل حق القطن. كم سعرها بعد هالقطعة؟ حرير طبيعي كوري 400 سعر القطعة. 400 بالنسبة حق سعر القطعة. 350
شيب وقطات 250. القطن وين موجود؟ نشوف مع بعض القطن. هالجهة شو عندك؟ هناك حراير عادي. انزين نشوف القطن. خلنا نتعرف مع بعض على اسعار الاقمشة القطن الموجودة معانا في هذا المحل. القطن على حرير ياباني، هاي سعر القطعة 140 درهم. القطعة ب 140 درهم قطن على حرير ياباني. زين. نشوف بعد قطعة ثانية من؟ قطن حرير ياباني. هذا ايضا قطن على حرير نوع القطعة ياباني. قطعة ب 80 درهم. 80 درهم ها حرير عادي؟ هي قطن عادي، هذا النوع من القطن قطن عادي. تراويني بعد الاشياء اليومية حق الاستخدام اليومي. اشوف هاي القطعة اللي هني. هاي. هاي شو نوعها؟ ايطالي هذا القطن. كم سعره تقريبا؟ القطعة 250 درهم. 250 درهم بالنسبة حق القطعة. انزل الموديلات اللي هناك، هذه موديلات عبايات ولا؟ لا قطن. هاي بعد يكون سعر القطعة 120 درهم. القطعة ب 120، أربع ورات بالنسبة حق هذا النوع من القطن. تروني بعد موديلات قطن ثانية. انزين خلنا نشوف مهنية، شو عندك في هالجهة؟ التشكيلات الجديدة في هالجهة؟ تمام. هاي بعد جديد، هاي قطعة ب 120. بيكون المتر 30 درهم. 30 درهم. القطعة اللي هني هاي اللي فيها مثل تفاصيل وايد هي؟ شو نوع القطن هذا؟ ياباني، هذول كله ياباني نفس الاسعار 120 سعر القطن. هذا بالنسبة حق القطن الياباني. بعد تروني موديلات ثانية من القطن الموجودة معه. هذا اللي موجود تحت هني شو نوعه؟ الأصفر أو الأحمر؟ تشكيلات مختلفة؟ نفس السعر ونفس النوعية، قطعة 120 قطعة ب 120 بالنسبة حق هذا النوع من القطن. شكرا مشاهدينا، هذه كانت جولتنا اليوم من سوق السور للأقمشة. نرجع الحين لكم جمال وبهيتة والاستديو صباح الشارقة. حياكم الله مشاهدينا من جديد، متواصلين وياكم، وشكرا للزميلة علي المنصوري على هذه الجولة الجميلة. ووصلنا لفقرة تنسيق الزهور، واللي من خلالها نتعرف على جديد الزهور والتنسيق أيضا ويا محمد محمود من محلات قصر الجوري. صباح الخير. صباح الورد بهيثة. صباح الخير أخوي جمال. صباح الخير. تكلمين بواد رسمية معي اليوم بهيثة. هي صح؟ أحس أنه في تنافس كبير اليوم بيننا. إنزين أنا الحين رتبت الأوراق الخضر اللي اخترتهم. إنزين. على أساس ترتيب بالأرقام. إحنا كنا نتفق إنه إحنا بالأسماء، بس هلا بالأرقام أنا هيك ما حعرف أقدم. طب هلا هيك هذه. إنزين نحاول رقم اثنين مثلاً. هذا رقم اثنين. إنزين هذاك من الدكتور. الأولي رقم مثلاً. واحد. إنزين رقم واحد، يعني رقم اثنين من اليسار. هذا رقم اثنين. هذا رقم ثلاثة العودة. رقم اثنين من اليسار. هذه. لا الحين مهني. من هني. إنزين هن أربعة. أنا بقولش الجاردولين. إنزين هذا. ما هذه. هذه هي. هذا اسمها الجاردولين. أبو هيث الله يهديك، جاردولين قال لك هذا اسم لازم شكله بين على طول يعني. قال لي جاردولين ما قال لي هذه مهفة. شكله جميل سبحان الخالق، يعني شكله وايد حلو، بس حسيته نفس المهفة. زين اوكي، هي هذه الأراليا أبو هيثة. زين جاردولين لو سمحتي. أي واحدة؟ هي. ما حفظتها للحين؟ اليوم شو؟ المهفة، انزين هذه المهفة. والله حلوة. حلوة جميلة يعني طالعة كذي بروحها سبحان الله الخالق يعني. صحيح. فيها شكلها يوحي للاسماء يعني. هي اليوم مستخدمين الجوري طبعا، هذه الالوان اليوم شو مشاهدينا. اليوم شو مقادير؟ مقادير مناسبة شو هذه؟ اليوم يعني حديقة صغيرة هيك. حديقة يعني صغيرة. حلو. جميل. طبعا هذه الجوري مستخدمين توليب. تمام. بعد الالوان جميله ما شاء الله. هذه انا شو كنت اقول لك تحت الهواء، اقول لك هذه مو بيبي روز، هذه مور ذن بيبي روز، يعني صغار بس وايد وايد حلوين. هذه ميني بيبي روز. بعض الاحيان البيبي روز بيجي بالعرق الواحد اكثر من حبه يعني. هي هذا الابيض بعد جميله الالوان، يعني الوان
محبة وصفاء. دائما نستخدم الألوان اللي تفتح النفس عند الصدر. هي. طيب هذه اليوم قلت مثل حديقة. حديقة صغيرة يعني تعتبر. تتقدم لمناسبة أعياد الميلاد، لحد مثلا عامل عنده عشاء في البيت قصرتيها أبو هيثم. قصرتها؟ لازم تكون أطول شوي. لأن هذا مناسب؟ أحيان بتنزل هي. تحت السور هذا تحت أيوة. الشبك. أيوة ما تتبين. ف حفلات العشاء، حفلات الغداء، يعني إذا كنت يعني باربيكيو برا بعد وايد أوكي. أمس أنا حصلت على وردة ريحتها ريحة يعني في الماي الورد، هاللي يسمونه ماي ورد. ماي الورد بالضبط نفس الريحة، يعني ريحة الورد يعني. هلا بعض الأحيان أخوي جمال الورد بنرش. لا في الرش الورد. لا 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 هذا من بيتنا. من بيتكم؟ من بيتنا. هي تبغى شنو برشة؟ ترى ماي الورد لأنه يعني من الزهور وردة. أنا يعني وردة الروز طبيعية تقصد ولا؟ هي روز طبيعي بس مش روز، هو كبير كذي بس لما تشمه يعطي ريحة. احنا نشم ماي الورد ريحة. هذا نوع من أنواع الزرع يعني. ايه هو زرع نبات ايه طالع عندكم في البيت. لا أنا عشان تقصد؟ خاطر شخص موجود ويانا أنا بجيب وبثبت إنه ايوه بجيب الورد وموجود بصوره بجيبه. أخاف أنت يا لا ماي لا لا. ورد هناك وتحس بورد. فعلا فعلا ريحة الورد الورد يعني مش لا جمال محب للموضوع هذا صراحة للورد. يعني وفي ناس يقولون إذا ريحة الورد ترى ريحة ورد، أقول لهم لا ريحة لما نشم إحنا ماي الزهر أو ماي الورد ريحة مميزة يعني. صحيح. فشميت الوردة هذه بنفس الريحة بالضبط. بتقسمهم هذيلا؟ تعرف جمال الحين الموسم الشتوي بعد في أزهار موسمية تفتيحاتها كثير حلوة بالحدائق. والله صدق صراحة يعني لا تقصري وايد بهيك خلص. ما قصرت ترى على طولها. اي لا يعني لا تضاربني في الشغل. انت المفروض الحين تكوني استاذتي يعني. ما زين شوف انا على الاخر. على الاخر شو؟ يعني على الاخر هني. اي اوكي. زين ففي في في كنا نحكي عن الازهار الموسميه الحين وقتها يعني. نعم. تفتيحاتها كثير حلوه، الوانها موديلاتها. فالحين الواحد يكسب بهالفصل هذا صراحه ويزرع عنده في الحديقه او يجيب جاهز يعني ويحط اشكال والوان صراحه رائعه جدا. ليش يزرع عنده في الحديقه؟ ياخذ من عندك. لا الحلقه الجايه انا بجيب الزهره الجايه. زرع وبروت فقط. اخوي محمد. ها اخوي جمال. الحلقه الجايه باذن الله اذا الله احيانا بجيب لك الورده. ان شاء الله. عشان بس في بعض الناس ما يصدقون. تحتاج بعد ابيض؟ يصدقون يعني شوفوا ال تحتاج بعد ابيض؟ ايه بس حبه واحده. عارفين عمار. زين. تستخدم الهيدرنجا؟ ايه نستخدم الهيدرنجا اخر شيء. حفظة الاسماء ابو هيثا خلاص. الالوان؟ ابو هيثا خلاص كل الالوان؟ نفتح محل ابو هيثا. لا الهيدرنجا خليها علي، الحين بدي اياك تجهزي لي السداق وهذاك الاصفر. تقطعين منه حبات صغيرة كثير. بس نحن بنكون اسرع شوي. طبعا نحن بنفتح التربو يعني خلاص. كيف تبغي القياس؟ ممتاز، انا بأصر على كيفي. كم باقي معنا؟ دقيقة. دقيقة هي بنسوي فيها نحن مشاريع استثمارية. هي شفت؟ شو تقولين أنت؟ في عالم المال والأعمال الثانية تفرق. في عالم تنسيق الزهور عفوا. هي. مقصوصات جاهزات. تسلم ايديك يا ابو هيثم. الله يسلمك. هي زهرة بعد موسمية، فصل الشتاء فقط. هي السلداغو. شو اسمها؟ بعد اسمها غريب شوي، سلداغو. سنداغو؟ سلداغو. هي زهرة برازيلية. تحسها برازيلية. لا برازيلية تحسها. توليب. تحسها مو وردة، تحسها لاعب برازيلي. أي واحد هذا؟ هذا؟ شو هذا؟ هذا شو اسمه؟ كاسيبيا. كاسيليا. كاسيبيا. كاسيبيا كاسيبيا. هي شكلها حلو. والله؟ تحسها بخزامة. تحكي بتليفون انت؟ لا. اوكي هي كاسيبيا. هاي الزرعة الكاسيبيا تذكرني بحدائق اللافندر. هي ترى اقول لك شكلها نفس الخزامة تحسها. انا بنصير ان شاء الله جنوب فرنسا هناك مزارع اللافندر والله جميله يعني.
انا صراحه بس خلاص خلاص. ايش بدك اياه هلا؟ عادي استخدم التوليب. بدي الاستاتيس بغيث الحين استاتيس. ما اي وحده؟ لا ما عرفت انا الاخضر. لا تقول لي استاتيس. انا الاوراق ما يخصني. شوفي جمال الاستاتيس هذه يعني بعد غششت زياده. هذه انا قاعد اعطي الاثنين هو بيختار. افا يا جمال المفروض توقف وياي. سقطت في الامتحان خلاص ما يستوي الحين. هذه الاستاتيس. ها اعطيتك اياها. بعد شو؟ هي بعد زهره موسميه. هي بعد بس الشتاء؟ فصل الشتاء. الله. هي بتعيش من دون مي. زهرتها سبحان الله بدون مي. بتعيش من دون مي. نحن تقريبا خلصنا. احنا جاهزين. يعني سريعا اخر لمسات شو بتكون؟ توليب. الابيض ولا؟ توليب. توليب. هذا الجوكر هذا مسمينه. طبعا هذا الكينج. الحلاوه هي اخر شيء. هي الواحد بعد ما يتغدى ويخلص وريلاكس بده يعمل هيك ماتش حلاوه. كسرت. تسلم ايديك. هلا بحاصله فيه بعد الهواء. انا جبت الفواتير وياك. فواتيرها كبرت في ابو هيثم صراحه. ايه شفت؟ بالون وارقام. دائما بعد التوليب موسم يا جمال بس في الشتاء يعني. يعني احنا التوليب نفتقده صراحه بالصيف. اللي وقع طيب. مميز. نحن يعني تقريبا انتهينا وايضا وقت الفقره انتهى للاسف. ابغي اشكرك وايد اخوي محمد محمود من قصر الجوري، وايضا شكر خاص لمحلات قصر الجوري على هذه الفقره الجميله اللي قدموها لنا يعني مرتين في الاسبوع، يعرفون باخر الزهور والتنسيقات ايضا الجميله. كل الشكر لك ويعطيكم العافيه. الشكر لك. هذا الشكل هذه النهائي وهذه الحديقه الجميله اللي بتكون مناسبه لتقديمها يعني في المناسبات الجميله، خصوصا في هذه الايام مع هذه الزهور اللي تعتبر موسميه او هذا موسمها الشتاء. شكرا لك محمد. شكرا لك يا ابو. ومتواصلين وياكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. وتبقى نزلات البرد والإنفلونزا هي أكثر الأمراض انتشارا في فصل الشتاء وأكثرها إزعاجا للأسرة أيضا، حيث يتأثر الأطفال قبل غيرهم، خاصة أنه لا يوجد وسيلة أو عملية لمنع حدوث هذه الأمراض. لكن لكي نتعرف أكثر على موضوع أمراض الشتاء عند الأطفال بالتحديد مشاهدينا، معنا اليوم في الاستوديو الدكتور عماد الشافعي أخصائي أطفال. صباح الخير، حياك الله. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح. شرفنا في صباح الشارقة. بداية دكتور لو تعرفنا يعني مصطلح أمراض الشتاء للأطفال يعني بشكل عام. هو امراض الشتاء يعني بتقال اكثر شيوعا هي الامراض الفيروسيه النشله البرد الكومن كولد. في منها امراض او فيروسات بتتخصص تصيب الجهاز التنفسي العلو. الانف والرشح والزكام وده اكثرهم شيوعا. بعض الفيروسات بتتخصص تصيب الجهاز التنفسي السفلي اللي هي الرئه وبتسبب ضيق في النفس او صعوبه في النفس. نعم. بعض الفيروسات الاكثر برضه شيوعا اللي هي بتسبب نزلات معويه. مشهور منها معروف فيروس الروتا اللي هو مسبب نزلة معوية بينتشر في الشتاء. نعم. نعم. طيب لو نتكلم عن خصوصا يمكن الانفلونزا نزلات البرد هذه من الامراض اللي يعني منتشره بشكل كبير وتزعج الطفل وتزعج الاسره ايضا. وايضا تنتقل العدوى كونها ايضا من الامراض الفيروسيه. خبرنا كيف تنتقل العدوى او نزلات البرد بالتحديد او الانفلونزا؟ هي الأكثر انتشارا طبعا لو أنا كنت كصحة عامة يعني هي الأماكن المزدحمة أو الأماكن اللي يكون فيها طيارات هواء. يعني أكثر المولات، الحضانات، المدارس، الأماكن اللي هي أكثر ازدحاما أو الأكثر فيها التصاقا، لأن العدوى دي بتنتشر عن طريق الرزاز عن طريق الفم، فكل ما بتقربوا أكثر أو بتقربوا من بعض أكثر بتنتشر أكثر.
نعم. خصوصا اكثرها اللي هي من الجهاز التنفسي. نعم. هل تاثر مثلا احنا يعني نمط الحياه في الصيف او في الشتاء هل ياثر هذا الشيء؟ يعني مثلا في الصيف احنا دائما نشغل المكيفات ودائما يعني نتعرض للمكيفات خاصه في السياره، لما نقعد في السياره نفتح المكيف وبشكل مباشر. في الشتاء تقريبا احنا يعني ما نشغل المكيفات بنفس قدر الصيف، هل هذا ياثر بعد في جدا العدل؟ ياثر جدا. الفكره ان الفيروس بيبتدي ينشط او ينتشر اول ما الجسم يتعرض لانخفاض في درجه الحراره، يا اما النفس اللي بياخده من طريق المكيف يكون هواء بارد. يعني ممكن تبقى انت شغال في احنا دلوقتي الشتاء والجو الصبح كويس، تيجي على الظهر الجو بيبقى حر شوي، شغل المكيف على اساس انه صيف درجه الحراره 18 19، ما فيش ساعة ساعتين لو معك طفلة تحس برعشة، أول ما يحس بالرعشة دي خلاص جهاز المناعة سبحان الله بيحصل له زي بلوك كده لمدة ساعتين ثلاث ساعات، وبعد الكتب يقول لك 6 ساعات ما فيش، بعديها على طول بأربع خمس ساعات أبتدي أعراض البرد تبان، رشح وزكام. تنقية الهواء ضرورية في البيت يعني طبعًا. خاصة يعني الصيف في الشتاء كذا طبعا التهوية يعني تهوية البيوت اللي بيدخلها الشمس أكثر، اللي ما فيش فيها تقارب المسافات جنب بعضها، التهوية المنتظمة في الشمس صعب. نعم جميل. طيب دكتور، بالعادة في حالات مثلا مرضية للأطفال نقول هذا عنده مثلا إنفلونزا أو عنده نزلة برد قوية لا بسيطة، كيف نحدد مدى يعني قوة الفيروس أو تمكنه في الجسم، وأيضا المدة؟ أحيانا يقول لك والله عنده نزلة قوية لأن استمرت أسبوع أسبوعين مثلا، فالمدة الطبيعية مثلا لهذا المرض؟ المدة الطبيعية من 3 أيام لخمس أيام اللي هي الأعراض الإنفلونزا، برد وزكام وكحة وارتفاع في الحرارة طفيف، أو يعني بيوصل ل 37 و8 اللي هي الطبيعية أكثر حاجة، يوصل 38.5 ماكسيمم 39 أكثر حاجة. العادي المفروض أن هي تختفي أو تدي الأعراض دي تتراجع ما بين 3 أيام وخمس أيام، حتى لو بديت تعالج أعراض اللي هي البخاخات الأنف الحاجات البسيطة اللي بتعالج الأعراض. لكن لما بيزيد بندور على سببين اثنين، يا إما السبب موجود يعني هو الطفل اللي ما زال بيتعرض للبرد بيديله علاج بس ما بيستجبش، بياخد أدوية الرشح وأدوية الزكام وأدوية الحرارة ولكن بيتعامل معاملة كأنه طبيعي، بيروح المدرسة عادي بيروح الحضانة عادي وبيقعد في جو برد، فطبعا الاستجابة بتكون أقل من الطفل اللي بيتغذى كويس وتحافظ عليه، تحافظ على درجة الحرارة اللي موجود فيها وبتعالج الأعراض. طبعا هنا أذكر بس يعني مهم قوي، جرت العادة عندنا أنه احنا طالما عنده حرارة وبرد لازم مضاد حيوي، مع الأسف يعني ممنوع يعني بنتصمم وما فيش للأطفال ممنوع المضاد الحيوي. لما يكون عرض الإنفلونزا واضحة، الطفل عنده برد وزكام والبيت كله عنده برد وزكام، إيه لازمته المضاد الحيوي؟ خلاص لازم تبقى عارف أنه ريكفري أو قاعدة طبية أنه هيخف ان شاء الله باذن الله، هيخف هيخف. نعم دكتور، بس عندي معلومه ما ادري انا سمعتها يعني ما اعرف مدى صحتها، يقول لك ان الطفل او حتى البالغ في حال اصابته بالانفلونزا بالتحديد او الحمى عليه انه اول يوم او يومين انه يبتعد عن الادويه، يخليها يعني تطلع من جسمه مثل ما يقولون، هو فما ادري هل هذا صحيح؟ صحيح، بس طبعا يعني حرام يعني واحد عنده برد وحراره فلازم ياخذ مخفضات حراره صحيح. عشان يقدر يقاوم يعني ما تقوليش ان انا يقولوا ممكن انه بعد فتره بسيطه ترجع مره ثانيه، فخليها تاخذ دورتها الطبيعيه. لا اختلف مع الراي ده، انا اصبت بانفلونزا لازم اخذ علاج الاعراض الاساسيه اللي هي اقعد في جو نظيف، اشرب اقعد في جو دافي، اشرب سوائل كثير اكثر، اخذ مخفضات حراره، اخذ حاجات ضد الاحتقان. طبعا انا بتكلم على الاطفال اللي هي 30 4 سنين، الطفل اقل من سنه ممنوع ياخذ الادويه دي التراديشنال العادي، بس ده اللي بنسيبه يخف بياخذ مسكن بس. لكن الكبير لما الطفل 30 4 سنين بياخذ علاج الاعراض بنسميه سيمتوماتيك تريتمنت، بياخذ على حاجه بسيطه حراره كل 4 5 ساعات اذا كان شراب او تحاميل، بياخذ بخاخات للانف اللي اذا كان في زكام. طبعا ده بيبقى يعني عايش كواليتي اوف لايف كويس صحيح. يعني صح ان نسيبه بالاعراض دي ويتعذب عشان يخف، هو يخف هيخف ان شاء الله باذن الله. في كمان يعني ظاهره يعني نبغي رايك فيها، يعني اليوم الطفل مثلا صارت عنده مثلا نزلت مثلا زكام حمى، ودوه للطبيب، الطبيب وصف له بعض الادويه، يومين ثلاث خف الطفل، بعد يومين من بعد ما خف بيومين ثلاث رجعت الحمى مره ثانيه او رجع مثلا الزكام مره اخرى، يودون للطبيب ثاني،
يعني العلاج الاول العلاج الثاني او يودون لنفس الطبيب مره ثانيه ويصف له مثلا نفس الادويه او ادويه ثانيه. هل يعني هاي الظاهره انه يخف ويدونه دكتور بعد ما يخف بعد لان خوف الام على الابن؟ طبعا يعني طبعا. شو رايك؟ هي بتتكرر فعلا وبنشوفها في الحاله العمليه كثير قوي، لانه يعني في الغالب هي الام تبقى عايزه حد يريح الطفل، بس المفروض بتدور على السبب. يعني انا اديته كان عنده برد وخففته، خفه بقى كويس، وبعدين وديته لنفس المكان اللي بيعيا فيه. نعم. عيب فيروس ثاني او عيب نفس الاعراض ثانيه، فبندور هناخد نفس العلاج بس بندور على السبب. لا التكير. نعم. يعني هو نفس السبب موجود. نعم. يعني نفس السبب، مش مشكله في مناعته، مش مشكله في حاجه، هو انا بعد ما خف وابتدى يشد حيله، يعني ابتدى يتحسن وابتدت الحراره تروح والاعراض تروح، اتعرض لنفس السبب. نعم. برد ومكيف وحد. نعم. جنبه عدا في الفصل قرب منه. هي المشكله تكون داخل البيت، لكن الام مثلا في بعض الامهات يقول لا، ان دام ان ولدي رجع مرض معناته الدكتوره هذه ادويتها تعبانه، اروح على دكتور ثاني. هي لازم تعرف انه قاعدها يخف بدون طبيب، والله هي مش محتاجه الطبيب، بس يطمن ان هو موجود في الجهاز التنفسي العلوي. نعم. مش في الصدري، مش محتاج ادويه، يعني ما عندوش ضيق، ما عندوش حاجه اكثر. نعم. من ان هي نزله برد، ولو ثبته زي ما حضرتك بتقولي من غير مخفضات او مخفضات، قاعده طبيه انه الفيروس ده لازم يمشي لازم ياخذ دورته. نعم. بس استعمال الادويه الزياده هنا ملوش فايده. نعم جميل. طب نتكلم أكثر عن الأمراض اللي تأتي مصاحبة دائما لفصل الشتاء، أو حتى مصاحبة يعني مثلا ممكن اليوم الحمى أو كذا ممكن تسبب بعض الأعراض الأخرى أيضا بما يخص المعدة، البشرة. كلمنا عن بعض الأمراض اللي ممكن تنتشر في فصل الشتاء خاصة عند الأطفال. هي عن الأطفال اللي بيصابوا بالفيروسات الإنفلونزا العادية البسيطة اللي هي في الجهاز التنفسي العلوي، دي بتبقى أبسطهم وده يعني أخفهم عرضا. لكن الفكرة أن في نسبة تكاد تكون مثلا 25 أو 30% أطفال بيبقى عندهم استعداد، هو خلاص الفيروس دخل جوه. نعم. الجسم بيبقى عنده استعداد أن الفيروس ده بدل ما يمشي بعد 3-4 أيام ينزل في الجهاز التنفسي السفلي ويسبب ما يسبب بضيق أو اللي هو منتشر بالربو. نعم. وده علاجه بياخد نفس علاج الربو، بس طبعا مش كورس 3 شهور و6 شهور، لا ده بيبقى ريليفر أو حاجة. نعم. توسع الشعب الهوائية، وده بيبقى نسبته كبير. ما فيش دواء لسه اكتشف لما الطفل يصاب بالجهاز التنفسي العلوي كده وبعدين تدهوله يمنع انه ينزف في الصدر. نعم. ده دي بتبقى اخطر حاجه. نعم. بتعرف الام بتقول لك لا كحته اختلفت، يعني اصبح دلوقتي مش عارف يرضع، اذا كان بيرضع مش عارف يرضع من كتر السعله يعني. نعم. بيسيب المرضعه ويكح، بينام مش عارف ينام يدوبك نص ساعه ساعه ويصحى. نعم. يقعد يكح من قوه الكحه. في الحاله دي طبعا ده لازم. نعم. يشوف اخصائي. نعم. طيب دكتور، يعني نصائح أخيرة تنصحها الأمهات يعني في هذا المجال؟ هي النصائح الأخيرة علميا أجمل حاجة اكتشفت في الوقت الحالي من 4-5 سنين هو تطعيم ضد الإنفلونزا. نعم. مع الأسف بنعاني إن احنا نقنع الأهل بيه، مش مقتنعين بيه، أو في خلفية طبية زي ما حضرتك بتقولي سيبه يخف لوحده. نعم. إذا كان ربنا رزقنا بيه تطعيم. نعم. خفيف ملوش أي آثار جانبية، ملوش أي خوف. نعم. بيقيني من الأعراض دي قوة أعراض، هو مش هيمنع 100% طبعا، بس. نعم. الأعراض اللي هتصاب بيها هتبقى أخف. يعني الحرارة مش هترتفع، مش هتلاحظ إنه الكورس بتاع البرد بدل ما هو 3 أيام 5 أيام يا دوبك 24 ساعة 48 ساعة. مفيش حاجة تمنع إن الطفل نتقلعه ويقعد في البرد وما يعياش، ده اكيد 100% هيعيا، لكن لما هيعيا اعراضه هتبقى اخف. نعم. المشكله اللي بنواجهها هنا انه ثقافه الناس ومعلوماتهم تطعيم الانفلونزا ده مش مهم سيبه يخف لوحده. نعم. ما انصحش بيه. نعم. انصح كل ام ان في اول موسم الشتاء دايما يعني اللي بيراجعوني بيقولوا لو سمحت وانت بتدفع فلوس الحضانه تعال ادفع فلوس التطعيم. صحيح. يعني لتجنب هذه الامراض. مهمه جدا. نعم. يعني بتفيد. نعم. اكثر التطعيم. جميل. يعطيك العافيه، كل الشكر لك على وجودك ويانا اليوم. طبعا دكتور عماد الشافعي اخصائي اطفال، شكرا جزيلا. شكرا. يعطيك العافيه. فاصل قصير مشاهدينا وراجعين لكم. حياكم الله مشاهدينا من جديد، متواصلين وياكم. وصلنا لأخبارنا المنوعة، من خلال أخبارنا المنوعة نتعرف على العديد من المعلومات السريعة وأيضا الغريبة واللي أيضا فيها معلومات هامة للبعض. أول خبر ويانا عن هاتف ذكي بشاشتين روسي الصنع.
أعلنت شركة يوتا رائدة صناعة الهواتف الذكية بروسيا عن إصدار الجيل الثاني من هاتفها الذكي يوتا فون 2، والذي يأتي بشاشتين، الأولى أمامية أموليد بحجم 5 بوصة ودقة 1080 بكسل، والثانية خلفية من نوع إي بيبر المخصصة للقراءة بحجم 4.7 بوصة. ويأتي الهاتف بمعالج سناب دراجون 800 وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل لتصوير فيديوهات بدقة 1080 بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 2.1 ميجا بكسل. ويحتوي الهاتف على ذاكرة تخزينية بمقدار 32 جيجا بايت، ولا يدعم تركيب بطاقات ميكرو اس دي، ويعمل بنظام اندرويد 4.4 كيت كات، وبطاريته بقوة 2.500 ملي امبر، ويباع الهاتف بسعر 32,990 روبل، اي ما يعادل 640 دولار. اذا هذا اول خبر ويانا. ها جمال، ايش رايك في مميزات هذا التلفون؟ والله كتقنيه حلوه، يعني تقنيه بشاشتين، ويعني اعتقد انه يعني شيء جديد انه تشوفين تلفون يعني على قولة اخونا محمد وش وظهر، يعني انه تشوفين التلفون من الامام تستخدمينهم يعني فاعتقد انه يعني وهذا يعتقد ان الاصدار الثاني هي هذا الثاني يوتا فون 2، وطبعا شاشتين، وايضا فيها الشاشه الخلفيه بتقنيه اي بيبر المخصصه للقراءه ايضا. نعم. فجميله يعني يمكن لمحبي الهواتف، ايضا حتى الحجم، حجم مثلا الذاكره 2 جيجا بايت، كاميرا خلفيه بدقه 8 ميجا بكسل، فيديوهات يعني تصل لدقه 1080 بكسل. طيب وسعره حلو بعد، يعني 640 دولار. الكل يبغي يشتري التلفون. عاد نبغى ينزل عاد الحين نشوفه احنا ونطلع من التلفونات نروح على القياده والارشادات يعني مع الاطفال. الخبر يقول تعرف على اخطاء او اخطاء ارشادات السلامه اثناء القياده مع اطفال الاطفال. استخدام المقعد المخصص للأطفال بالاتجاه الخلفي حتى عمر سنتين يقلل من خطر الإصابات الخطيرة، ولكن ربع الأمهات والآباء في الولايات المتحدة يضعون مقعد الطفل بالاتجاه الأمامي حتى قبل بلوغ الطفل عامه الأول. وفقا لبحث جديد في مارس 2011 وضعت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال مبادئها التوجيهية لسلامة الركاب الأطفال المحدثة، وامتدت التوصية لضرورة وضع مقعد الطفل بالاتجاه المعاكس لمقعد السيارة في من الولادة حتى سن يعني لين سنتين أو حتى وزن 20 باوند. وفي عام 2013 قام 24% من الآباء والأمهات أطفال تراوحت أعمارهم ما بين سنة إلى 4 سنوات بتبديل وضعية المقعد للأطفال والتبديل في أو قبل إكمال سن 12 شهر، وأفاد 23% منهم فقط بأنهم انتظروا حتى بلغ الطفل عمر سنتين أو أكبر للقيام بالتبديل وفقا للاستطلاع. طبعا إرشادات السلامة هذه مهمة جدا، يعني في ناس يحطون كراسي الأطفال يعني بوجه الأمامي مع هذا، مع أنه الأفضل، ويعني أن يعني حرام، يعني هذا الطفل وسبحان الله قد يتعرض، حتى على فكرة مع تطور الوسادات الهوائية اللي موجودة بعد هذه يعني قد تسبب لوفاة، قد تسبب لأن هذا الطفل يعني خلى العكس، يعني ليش لا، بالعكس هذا يعني يعني إذا علمية حتى لو ما كان علميا حتى أنت بشكل منطقي يعني بالعقل يعني ان انا خلي ظهره للعكس معاكس، يعني لا تخلي بالفعل لان اي ضربه تجي بشكل مباشر. ما يهتمون بهذه النقطه بعض، والله تشوف السايق ياخذ مثلا ولده او بنته يعني اثناء قيادته للسياره يقعده مثلا وياه، فهذا خطا يعني لا سمح الله، حتى تعرف مو بس يعني في حال مثلا الحادث او شيء معين، حتى تعرف يعني الايرباج مال السياره نفسه ممكن ياذي الاطفال في هذا العمر، اللي يتركون اطفالهم يبطلوا لهم الجامعه ويكونون مثلا مستانسين، صحيح هم مستانسين لكن في النهايه في خطوره كبيره عليهم. فنحن نتمنى سلامه للجميع، نتمنى يعني من الجميع الحذر، خصوصا البعض يستهون صدقني جمال بهذه الامور. وكلامك صح، لان انا مره شفت صراحه يعني مشهد غريب، ان ما عندك كرسي
ما عنده لا كرسي امامه ولا كرسي صحيح. خلفي، شو مسوي؟ شفتي بعضهم يلبسون مثل الحمالات يحطون الياهل قدام او ورا يشلونهم. هذا لانه ما عنده حد، حاط ولده في الحمال اللي قدام وقاعد يسوق يعني. هذا غلط. بالعكس، يمكن حتى اذا صار شيء لا سمح الله هو الطفل اللي بيتاثر اكثر من الله يعني الأب. طيب ننتقل لخبر اخر. هذا الخبر يعني اثار جدل الحقيقه هني في الاستوديو جمال قبل الحلقه. انا سمعت حشره بس هذا خبر سوى جدل كبير، فما عرفنا احنا بنسمعه للمشاهدين. هذا الخبر يقول لك بعد الانفصال المرأة أكثر استعداداً لبناء علاقة زوجية جديدة من الرجل. لا إله إلا الله. هذا اللي في الخبر يقولونه. خلونا نشوف تفاصيله. خلصت بحوث وتجارب في مجال علم النفس أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن انتهاء العلاقة الزوجية يسبب للرجل معاناة أكبر مقارنة مع زوجته التي تتجاوز هذه المرحلة بسلاسة أكثر. وشارك في التجارب 100 متطوع، 50 رجلاً و50 امرأة كانوا حتى وقت قريب في علاقات زوجية مع آخرين، حيث عبر المشاركون في التجربة عن المشاعر التي تنتابهم بحرية وصراحة تامة. ووضع القائمون على هذه التجارب نصب أعينهم التعرف على الحالة النفسية لجانبي العلاقة بعد انتهائها، وكذلك تحديد مدة فترة الاكتئاب الزمنية التي يعاني خلالها كل طرف بعد الانفصال. وخلصت الدراسة إلى أن النساء أكثر استعداداً من الرجال للدخول في علاقات زوجية جديدة بعد الانفصال. يعني ما أدري صراحة هذا الخبر، حتى كنا نتكلم عنه قبل الهواء، سوى مشكلة بيني وبين المنتج. ما أدري، هي الدراسة تقول هذا الشيء، لكن ما أعرف. هو نحن نعرف أن دائماً المرأة يمكن عاطفية أكثر، يمكن تتأثر أكثر بالأحداث اللي حولها، الرجل يمكن عقلاني أكثر، يفكر بالعقل أكثر، ولكن في هذه الحالة، في حالة الانفصال، يعني انفصال العلاقة الزوجية، من خلال هذه الدراسة أن 50 رجل 50 امرأة شافوا أن الحريم عادي بعد فترة بسيطة، كان فترة اكتئاب وبعد فترة دشوا في علاقات زوجية جديدة وكانت الأمور طيبة عندهم. شو رأيك جمال؟ والله يمكن أنا عندي وجهة نظر شوي غير. يعني أنا أشوف أن السبب ما قبل الزواج الأولي. يعني شو سبب؟ أولاً كيف تزوجوا وعلاقتهم كيف كانت يعني. فأنا أعتقد الحرمة إذا كانت تعاني في حياتها الزوجية أكيد الدور الأفضل بعد الانفصال يعني. يعني في حريم يعني لا، هم يتكلمون أن بشكل عام يعني إذا علاقة زوجية وانتهت فترة الاكتئاب المرأة تكون مباشرة قادرة أنها تتزوج مرة أخرى، لكن الرجل هو اللي بيعاني وحليلة وما أدري من خلال الخبر أن للرجل معاناة أكبر. شو يعني رأيك؟ أنا أقول يعني إحنا حليلنا ريايل والله يعني حرام. لكن المهم ننتقل إلى، خلينا من ريايل ندخل في الآليات والسيارات والخيال الواقع اللي بنعيش إن شاء الله تعالى. نعم، الخبر يقول القيادة الآلية للسيارات بين الواقع والخيال. تسعى شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات إلى التعاون مع شركة جوجل لابتكار تقنيات سيارات القيادة الآلية، وفقا لتصريحات رئيس قطاع التكنولوجيا في عملاق صناعة السيارات الأمريكية جون لوكنر. وتعمل الشركة على تحقيق حلم السائقين عن طريق إدخال أنظمة القيادة الآلية في السيارات تدريجيا، والتي تتولى مهام القيادة في مواقف معينة، وبالتالي يتحول السائق إلى مجرد راكب عادي داخل السيارة. ومن الناحية التقنية يمكن قيادة السيارة آليا عن طريق المستشعرات الرادارية ومستشعرات الليزر وعدسات الكاميرا التي تقوم بمراقبة الطريق ومستخدمي الطريق الآخرين باستمرار. أما بالنسبة لمعرفة الطريق فالحل يكمن في الخرائط الإلكترونية، وهو ما تسعى شركة جنرال موتورز لتحقيقه بالتعاون مع جوجل. طبعا يعني احنا وايد اخبار يعني في الفتره الاخيره سمعنا عده شركات مثل البي ام المرسيدس يعني سيارات تمشي بروحها بتقنيات معينه استشعارات صحيح. معينه، وهذه طبعا يعني اذا يعني مثل ما ذكر يعني تدريجيا يعني هذا التطبيق راح يعني يستمر، وهو يعني ان الناس ترتاح وهي تسوق. يعني مشاهدينا الكرام ما بيسوق، بيكون راكب عادي. ناخذ فاصل آلي ونرجع لكم مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا.
مرحبا مشاهدينا الكرام، ومستمرين في فقرات صباح الشارقة. وصراحة يعني هاي الفقرة فقرة الانستغرام نطرح عليكم بعض لكن ناخذ في تقرير، ناخذ قبل أن نطلع على الانستغرام. يعني قد يستغنى الكثير منا من المشروبات الباردة في الشتاء، وهذا يعني لاعتقادهم أنها ليست أو ليس لها فائدة، ولكن هناك العديد من الفوائد وخصوصا في هذا الفصل البارد. مشاهدينا الكرام نطلع فاصل ونشوف التقرير هذا عن هذا الموضوع وراجع لكم. قد يبتعد الإنسان عن شرب المشروبات الباردة في فصل الشتاء اعتقادا منه أنه سوف يؤدي إلى تبريد جسمه، ولذلك نجد أنه يعتمد على المشروبات الساخنة ويبتعد عن الباردة. المشروبات الباردة في الشتاء ليس لها مضار إلا في حال الإفراط وتكون باردة جدا، نعم، أما بشكل عام لا، ليس لها مضار، بالعكس ينصح بشرب الماء البارد وأيضا شرب العصائر الطبيعية الباردة أيضا. بالنسبة للمشروبات الباردة وفوائدها في الجسم، ينصح المشروبات الباردة تكون الفواكه الفريش زي الأناناس، زي التفاح، زي البرتقال، زي الجريب فروت. هذه أولا غنية بمضادات الأكسدة، تحمي من السرطانات، أيضا زي ما قلنا تخفف من احتباس السوائل في الجسم. أيضا احنا في عندنا الأناناس اللي هو الباينابل. الباينابل هذا يعتبر مشروب غني بالطاقة، وأيضا يساعد على شو المهضم، يعتبر ديجستيف في الجسم إذا أخذه الإنسان بعد الغداء أو بعد العشاء. إن شرب السوائل الباردة سوف يساهم في تضييق الأوعية الدموية والشعيرات الدموية الموجودة في أصابع الأيدي والأقدام والذراعين والساقين، وبالتالي يحدث تدفق للدم إلى داخل الجسم مع توسع في الأوعية الدموية الداخلية، وبالتالي يحدث الشعور بالتدفئة. شرب السوائل الباردة يساعد الإنسان بشكل عام على شو؟ تخفيف من احتقان السوائل المحتبسة في الجسم. ليش؟ لأنه جسم الإنسان عمل زي اللي نشبه لكم إياه، الجمل في الصحراء. الجمل في الصحراء يعرف أنه مصادر المياه قليلة، فيعمل تخزين للماء في جسمه، لأنه الماء مهم جدا للغذاء، لنقل الغذاء، هو العنصر المكون الأساسي للدم. فأي خلية حتى تعمل في الجسم يطلب إلها دم يصل لها الغذاء والأكسجين، فالماء هو عامل أساسي في تركيب الدم مشان يوصل الغذاء والطاقة. يجب علينا أن نحرص خلال فصل الشتاء وخلال انخفاض درجات الحرارة على مراقبة ماذا نأكل وماذا نشرب، لأن هناك فرصة كبيرة لزيادة الوزن عند انخفاض درجات الحرارة، فيجب الحرص على ذلك للحد من تراكم الدهون خلال هذه الفترة. مشاهدينا، كنا مع هذا التقرير اللي تعرفنا من خلاله على أهم المشروبات الباردة اللي فعلا يحتاجها الجسم. يمكن نحن بالعادة جمال نفضل الأشياء الحارة، نقول هذه بتدفي جسمنا، الجو بارد ناخذ المشروبات الحارة، لكن أيضا المشروبات الباردة لها أهمية، لأن في بعضها مثل ما ذكرنا طبعا في التقرير أو ذكر الدكتور أن بعضها مضادات الأكسدة اللي فعلا يحتاجها الجسم. نعم. طبعا يعني في ناس تاكل ايس كريم في الشتاء عشان تدفى، يعني شو تقصد؟ لا منو المقصود جمال؟ والله انا واحد منهم، يعني انا من الاشخاص اللي احب الاشياء البارده بشكل عام، ما احب المشروبات الحاره، احب المشروبات البارده، فدائما تشوفني الايس كريم مثلا، المشروبات دائما لازم تكون بارده وايد. والله شوفيه على حسب قناعاتك، يعتمد على طبيعه الشخص. نعم هو اهم، لكن بشكل عام السوائل مهمه يعني. طبعا الحين ننتقل لفقرة الانستغرام، يعني مع حساب مارس اندرسكور 1. طبعا يا جماعة الخير، يعني الحساب هذا ممتع، جميل جدا، موسوعة من المعارف يعني الجميلة. ننتقل إلى أول خبر في الانستغرام، يعني
هذا الفيديو طبعا نشوف من خلاله يعني أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن المسبار نيو هوريزونز قد بلغ تقريبا هدفه المقرب للوصول إلى الكوكب بلوتو. طبعا يعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ البشرية، حيث لم يسبق أن بلغت الأجهزة الفضائية المختلفة هذا الكوكب البعيد جدا. نشوف الفيديو ونشوف هذا الكوكب، يعني هذا كوكب إن شاء الله راح يعني هذا ال بس هو مو بوايد طويل يعني، لكن يعني إن شاء الله نوصل إحنا يوم من الأيام يعني هذه الكواكب يعني. وفي عندنا فيديو ثاني يعني اعتقد علماء الرياضيات أن مر القرون العديدة على مر القرون العديدة أن الشكل السداسي هو أنسب الأشكال لتوفير أكبر مساحة ممكنة بأقل كمية من مواد البناء. طبعا المهندسين في هذا الفيديو هم النحل، سبحان الله يعني سبحان الخالق. شوف الفيديو، هذه طبعا هاي الحشرة اللذيذة احنا نسميها، ذكرت في القرآن وعندها تخطيط هندسي يعني سورة النحل يعني سورة كاملة باسم هذه. حتى فوائدها يعني العسل علاج للعديد من الأمراض. نعم. أيضا سبحان الله. ناخذ فيديو آخر ولا بس ناخذ طبعا هذا في الصين يوجد جسر يبلغ طوله 61 متر، يعني اسمه يعني أي جبل بوابة الجنة بمدينة زهانجياجي، وقد سمي بهذا الاسم لتواجد كهف ضخم في منتصف الجبل يؤدي للقمة. نشوف الفيديو. مكان جميل يعني هذا الفيديو. طبعا هذه يعني كانت بعض الـ يعني فقرة الانستغرام. نعم. ننتقل صفحة إلى جميلة. صفحة يعني ما شاء الله. أنا نعم صفحة يعني جميلة، حساب جميل صراحة يعني موسوعة كبيرة من نعم. ونحن ندعو مشاهدينا لمتابعة هذه الصفحة. نعم. الشيقة أيضا. ننتقل وياكم مشاهدينا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم، نتعرف على بعض الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم لكن في أعوام مختلفة. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1778 جيمس كوك يكتشف جزر هاواي ويسميها جزر ساندويتش. وفي مثل هذا اليوم من عام 1896 عرض جهاز الأشعة السينية لأول مرة. وفي مثل هذا اليوم من عام 1911 أول هبوط للطائرة على متن حامل الطائرات، مما فتح الباب على مصراعيه لتشييد مثل هذه السفن. وفي عام 1940 تم افتتاح متحف البريد في القاهرة، والذي يحكي نشأة وتطور البريد بدءا من البرديات الفرعونية وحتى العصر الحالي. إذن مشاهدينا هذه بعض الأحداث اللي تعرفنا عليها وياكم، فاصل قصير ونعود لكم. مرحبا فيكم مشاهدين الكرام في فقرة جديدة ومتميزة دائما في فقرة الحلول المنزلية. يرى خبراء الصحة العامة أن الصحة والجمال يقومان أساسا على قواعد التغذية السليمة، إذ أن عمل وتناغم أعضاء الجسم يعتمدان على توازن العناصر الأساسية الواردة إليه عن طريق الطعام المتناول، مما يلعب دورا هاما في الوقاية من الأمراض والتمتع بصحة مثالية. لنتحدث أكثر عن دور الغذاء في الوقاية من الأمراض وتعزيز صحة أجسامنا من خلال تسليط الضوء على بعض هذه الأمثلة. يعني معنا الدكتورة يعني غنية عن التعريف، دكتورة جزلة فضة أخصائية الصحة العامة. صباح الخير دكتورة. صباح الخير يا هلا دكتورة. يعني إذا في البداية تكلمينا عن يعني دائما نتكلم عن الغذاء وإحنا في فصل الشتاء، يعني شو أهم الأغذية اللي نقدر نتناولها يعني نتمتع فيها بصحة جيدة من خلالها؟
تمام. اول شيء صباح الخير لكم. هلا مثل ما بتتذكروا وقت حكينا على الانماط الحياه الصحيه، ركزنا اول شيء على الاغذيه، والغذاء هو فعلا في له مزايا وقائيه وله مزايا علاجيه. هلا انا بدي احكي عن الوقايه، بدي احكي على شغلتين، على محورين اساسيين في الوقايه. الوقايه اول شيء بزياده المناعه، دعم الجهاز المناعي بجسمي، والوقايه كمان من خلال طرد السموم من جسمي. لذلك في اغذيه، فعلا الاغذيه بشكل عام اصلا هي فيها المواد، هي مواد معينه هي بتدخل بجسمي، هي اللي فعلا يا بتكون داعمه لخلاياي، يا بتكون مثل كانها سميه عم تؤدي الى خلايا عليله تؤدي في النهايه الى اجسام غير صحيه. لذلك خلينا اول شيء نركز كيف بدي ادعم الجهاز المناعي، شو هي العناصر الاساسيه اللي فعلا بتساعدني اني ادعم الجهاز المناعي. هلا اول شيء لازم تكون الاغذيه اللي بتدعم الجهاز المناعي بيحتاج كثير لفيتامين سي، وفيتامين سي مثل ما بنعرف موجود ب الحمضيات، موجود بالتوت، موجود بالكيوي، موجود بالحمضيات بشكل عام. وفيتامين سي هو فعلا بيقوم على دعم الخلايا المناعيه، يعني اول شيء بيزيد عدد الخلايا المناعيه اللي هي كريات الدم البيضاء، زائد انه بيدعم عمل الاجسام المضاده اللي بتنتجها الخلايا المناعيه، وهي مثل ما شايفين هي موجوده بالحمضيات والتوت والكيوي. هلا العنصر الثاني اللي فعلا بيدعم الخلايا المناعيه ايضا والاجسام المضاده هو الزنك. والزنك هو الموجود بالمأكولات البحرية، ممكن نشوفه بالكبد، ممكن نشوفه باللحوم الحمراء، ممكن نشوفه ببذور اليقطين. كمان مثل ما ظهر أمام المشاهدين على الشاشة. طبعاً موجود أيضاً باللحم الأحمر، لكن نحن ما بنكتر كمان، هلا بنشوف ما لازم نكتر من تناول اللحم الأحمر. كمان الأغذية أيضاً اللي بتكون داعمة لجهاز المناعة هي الأغذية الغنية بالبيتا كاروتين. البيتا كاروتين هو موجود غالباً بالفواكه والخضار الملونة، مثل ما شايفين مثل البطاطا الحلوه، مثل البرتقال، الجزر، مثل المشمش. هلا هي بالنسبه ل مثل ما قلنا العناصر الاساسيه التي تدعم الخلايا المناعيه والتي تقويها وتقوي الاجسام المضاده. طيب هلا شو هي المواد اللي بتطرد السموم؟ انا كمان ضروري اني اعرف اني انا بدي اطرد السموم بالجسم. هلا قبل ما احكي على طرد السموم بالجسم خليني ركز، بما انه حكينا انه فصل الشتاء فعلا وفصل الامراض واللي بتكثر فيه كثير العوامل المضره بتترك الاصابات، خليني ركز على ست أغذية أساسية فعلا إذا تناولتها فأنا بزيد مناعة الجسم في هذا الفصل. عندي اللبن، اللبن الزبادي، اللبن الزبادي كتير مفيد تناوله بالشتاء. ليش؟ لأنه اللبن بيحوي على مثل ما بتتذكروا وقت حكينا على البكتيريا الضاره والبكتيريا النافعه. صحيح. هو بيحوي على البكتيريا النافعه اللي هي اصلا بتعمل للقضاء على البكتيريا، بتهاجم البكتيريا الضاره وبالتالي بتحمي جسمي من العوامل الممرضه. الخضروات والفواكه فيها مضادات اكسده، والمضادات الاكسده هي بتدعم الخلايا المناعيه وبتمنع من فساد الخلايا المناعيه. الثوم ايضا، الثوم له قدره كبيره على طرد السموم، اضافه لقدرته لطرد السموم ايضا قدرته على زياده المناعه. الجزر، السبانخ، يعني تناول فعلا على العشاء طبق من السبانخ ممكن يقيني لشهر من الإصابة بالفلو أو من الزكام. إضافة إلى المحار اللي هي بيحوي على نسبة عالية من الزنك، والزنك مثل ما قلنا اللي هو بيدعم الخلايا المناعية. طيب هلأ خلينا نشوف شو هي الأغذية اللي بتطرد السموم من الجسم. نعم، هذه ضرورية بعد. أيوة تمام. هلا الأغذية اللي بتطرد السموم من الجسم، في عندي كتير أغذية بتطرد السموم من الجسم. مثل ما شايفين في عنا العدس، العدس هو بخفض الكوليسترول، بخفض سكر الدم، بيساعد على تنظيف فعلا الجسم من السموم. في عنا الأرديشوكي، في عنا الجوز، في عنا الشاي الأخضر، وفي عنا القرفة. كمان منضيف عليها الثوم، منضيف عليها الليمون، ومنضيف عليها الملفوف والخيار، ومثل كمان البروكلي والجريب فروز. هلا خليني بس احكي انه الثوم كيف بيطرد السموم من الجسم. الثوم بيحفز الكبد انه يفرز انزيمات تطرد السموم من الجسم. هلا في عنا الملفوف بيساعد على الادرار البولي وهذا بيزيد الهي، والخيار بيحوي على نسبه كبيره من الماء. الليمون كمان في مضادات اكسده، في مضادات كثيره للانتي كانسرز، وايضا بيساعد في انزيمات تطرد السموم من الجسم. دكتوره يقولون البصل، البصل المشوي، هل هو صح المعلومه هاي؟ انا يعني اذا مثلا بتسافرين مكان مثلا ممكن تاكلين. ايه هلا شوف، بالنسبه للحم المشوي بشكل عام بدنا ناخذ بعين الاعتبار وقتنا نشوي انه يكون خفيف الدهن، مشان الدهن مثل ما تذكر وقت حكينا انه اذا نزل على الفحم بشكل مواد كربوهيدرونيه فممكن انه تكون مواد مسرطنه. هلا وضع الخضر ووضع مثل البندوره مثلا، الطماطم او الاونيون، البصل، هذا بيساعد
الأونيون طبعا كتير منيح وكتير هذا، كمان بيساعد على تخفيف السموم يلي ممكن أنها تطلع نتيجة الشواء، فهو نعم. طبعا صحي أكيد. نعم. طيب هاي بالنسبة إلى زيادة المناعة، كيف نعم. ممكن أني أنا أزيد المناعة بكل أشكالها بفصل نعم. الشتاء جميل. وخارج جميل دكتورة. طيب فصل الشتاء يعني الليل فيه طويل شوية إنزين، فحتى طبيعة الجسم تتغير في فصل الشتاء، حتى عدد ساعات النوم يتغير طبيعة النوم، هذا ممكن يؤدي لعوامل أخرى، ممكن يؤدي بعدين مثلا لأرق، لإكتئاب، لصداع، لكثير من الأمور اللي ممكن تصير إذا شخص تغير نظام حياته. فشو اليوم الأغذية اللي ممكن ناخذها في فصل الشتاء خصوصا مع اختلاف النوم؟ تمام. هلا فعلا بالشتاء نتيجه قله اشعه الشمس بيزيد الاكتئاب، لانه مثل ما بنعرف انه اشعه الشمس هي افضل من افضل دواء للاكتئاب. هلا في عندنا اغذيه فعلا ممكن انه نركز عليها، هي الاغذيه تزيد تخفف من الاكتئاب وفعلا تزيد من نشاطنا، تزيد من حيويتنا وتحفز ايضا، بتخفف الارق وبتزيد كفاءه النوم. هلا اول شيء نحن بدنا نركز على شو هو الفيتامين الضروري للجهاز العصبي بشكل عام والمضاد للاكتئاب، هو الفيتامين بي بكل اشكاله، ان كان بي 6 ان كان بي 12 ان كان بي 3، بكل اشكال الفيتامين بي هي ضروري جدا لتناوله من اجل صحه الجهاز العصبي ومن اجل تخفيف الاكتئاب. مثل ما شفنا تناول الموز، السمك، البطاطا، الدجاج، الخضار الورقيه بما فيها السبانخ، هي كلها تكون غنيه بالفيتامين بي 6. هلا ليش الفيتامين بي 6 شو بيعمل؟ ليش بخفف الاكتئاب؟ لانه الفيتامين بي 6 هو اللي بيحول في حمض اميني اسمه تريبتوفان، هو بيحوله لسيروتونين اللي هو هرمون السعاده، فاذا ما في فيتامين بي 6 ما بيصير عندنا سيروتونين، فبيضل عندنا اكتئاب. نعم نحن نتمنى السعاده للجميع اكيد، نتمنى السعاده ايضا دكتور، انت فعلا دائما تسعدينا بهذه اللقاءات الجميله، كل الشكر لك على وجودك ويانا اليوم في الاستوديو الدكتوره جزله فضه اخصائيه الصحه العامه، شكرا جزيلا. شكرا لكم، يعطيك العافيه. اذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى انها نالت اعجابكم، نتمنى لكم يوم سعيد وموفق باذن الله تعالى، وموعدنا يتجدد وياكم باكر في نفس الموعد، كونوا على الموعد. اذا تقبلوا تحياتي اخوكم جمال السميطي وزميلتي بهيثة، وعلى امل ان شاء الله نلتقي فيكم في حلقات متميزه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.